حركية اجتماعية ملحوظة وتاز في مقدمة هذه المدن. طبعا نحن نعتبر أنفسنا مناضلين في نضع أنفسنا رهن إشارة الشباب وعموم المواطنات والمواطنين ليس لنتأسد عليهم حاشا لله، ولكن لنتقاسم معهم أفكار وانطباعات ومواقف إلى غير ذلك. لا نعتبر أي موقف هو موقف نهائي، طبعا كل المواقف وكل الآراء هي قابلة للنقاش والأخذ والرد. قبل ما نبدأ في المناقشة وفي تقاسم أفكار معينة حول الموضوع الذي اختاره الفرع ديال الشبيبة، بودي أولا أن أشكر وأحيي نضالية وحركية الفرع ديال الشبيبة الاشتراكية بتازة بقيادة المايسترو الرفيق عمر المنصور الشاب الديناميكي، وهذه ماشي مجاملة، أنتم تعرفونه جيدا، شاب ديناميكي مناضل خلوق كذلك. الشبيبة الاشتراكية وحزب التقدم الاشتراكية نفتخر به كثيرا وبباقي الشباب وبباقي المناضلات والمناضلين في الفرع. ثانيا بغيت كذلك نعبر لكم على أنه كديوان سياسي وكحزب التقدم الاشتراكية لا يسعنا إلا أن نتضامن، واخا هاد الكلمة هذه في الحقيقة نقولها احنا ولاد الشعب. طبعا هاد العشية هذه ما بغيتش ندير انا ولا السي إدريس، ما غاديش نديروا لغات الخشب، وسنحاول ما امكن اننا ما نديروش لغات الخشب، وحتى في التفاعل ديالكم معنا اكيد انكم ما غاديش تديروا لغات الخشب. ولذلك اقول باننا نتضامن مع ضحايا فلسطين، وفي نفس الوقت نقول بان هذا التضامن اللفظي واللغوي والسياسي وكذا هو تضامن مهم جدا جدا جدا، ولكنه في نفس الوقت غير كافي. وبالتالي فإننا نعتبر بأن المبادرات الشعبية والمبادرات الدبلوماسية والمبادرات الدولتية هي أساسية في هذا النظام. ثم كذلك بغيت نقول بأنه نتضامن كحزب وكشبيبة نتضامن مع ضحايا ديال هذا الصباح ديال سقوط ديال العمارات ديال ثلاثة العمارات، وكذلك نتضامن مع المواطنات والمواطنين في دوار بني كرامة في جماعة تيناس الذين يعانون من عدم رغبة موظفة للدولة من أن تمارس عملها في تغطية أو بتغطية من مسؤولية. وهذا طبعا موقف سياسي نتبناه بشكل مسؤول وجدي، وسيكون له تبعات، سيكون له لذلك تبعات. وهذا الموقف ديال كازا والموقف ديال بني كرامة هما موقفان عندهم تأصيل سياسي، وهو أننا كنا في حكومة أو في معارضة إحنا هما إحنا. الفساد هو الفساد، والتقصير هو التقصير، وخرق القانون هو خرق القانون. العمارات طاحوا في كازا لنفس الأسباب الثقافية والسياسية والاجتماعية العميقة. علاش ممكن أنه شي مواطن ولا مواطنة في بني كرامة يموت؟ نفس السبب هو أن يوجد مواطنون موظفون أو أطور أو مسؤولون على ملفات معينة كيقوموا بعمليات ديال الفساد وبتقصير إلى غير ذلك، وهذا ما نشجبه وندينه ولا نكتفي بذلك، ولكن لذلك ستكون تبعات. في الملاحظة الرابعة أو قبل ما ندخل في النقاش، إذا سمحت لي الرفيق رئيس الجلسة ورفيقاتي ورفاقي الحضور الكريم، هو أننا أنا والسي إدريس قبل ثلاث أسابيع انتخبنا في مكتب سياسي لحزب التقدم الاشتراكية. نحن فخورون جدا بذلك ولا نعتبر ذلك إنجازا شخصيا. احنا مناضلين هنا الاغلبيه ديالكم راه كيعرفونا، احنا ولاد الشعب ولاد احياء الشعبيه ولاد الضواحي ديال تازا الى غير ذلك، وهذا الشيء هذا ماشي كنقولوه لكم زعما، راه احنا ولاد الشعب ونعتبر ان وصول جوج ديال الرفاق ولاد الشعب الى مكتب سياسي ديال الحزب عنده مصداقيه في البلاد وعنده حضور في البلاد، عنده ثلاثه ديال المؤشرات أساسية لا نعتبر الأمر إنجازا شخصيا. أولا خص نتوما ومن خلالكم الناس اللي غادي تناقشوا معاهم من بعد في العائلة ولا تعرفوا بالملموس وبالدليل، هو أنه توجد أحزاب في المغرب يمكن أن يصل إلى قياداتها أبناء للشعب، اللي ما عنده لا باه جنرال ولا خالته في وزيرة ولا عمو كذا، بمعنى أن ذاك الأحزاب كحلة وقبيحة وما في داش وما يمكنش توصل فيها وما يمكنش دير فيها شي حاجة،
هاد الافكار هذه كنلقاو لها امثله مضاده لتفنيد هذه الرؤيه وهو هذا المثال. طبعا لا نقول بالعكس ان الاحزاب كلها بخير، لا، هناك ممارسات فاسده داخل احزابنا، هناك ممارسات خاطئه في احزابنا نواجهها، ولكن من داخلها، من داخل المنظومه المؤسساتيه ومن داخل المنظومه الحزبيه. هذا المؤشر الاول. المؤشر الثاني ديال وصول ولاد الشعب الى قيادات او الى مناصب او مسؤوليات قياديه في حزب اصيل، المؤشر الثاني هو انه السياسه، هضرت على المؤشر الاول هو الحزب، هو ان السياسه يمكن ان تكون ذات مردوديه غنطه، ممكن بمعنى اخر ان السياسه لها جدوى، ان النظريه السائده في المجتمع بين قوسين، النظريه بين قوسين في المجتمع هو ان السياسه ساسيغاغيان، لاش غندير السياسه؟ اللي كيحكم راه كيحكم، واللي راه كيقرر في البلديه راه كيقرر، واللي وزير راه وزير، وكل واحد شاد بلاصتو، وانا شنو غندير؟ انا الا دخلت للسياسه ولا لشي حزب شنو غندير؟ لا، عندك ما دير وممكن دير، ولكن اذا كان فيك الجد وكان فيك المعقول وكان عندك النفس الطويل وكان عندك فعلا ما كان عندك شي حاجه ما تقول وما تدير، عندك العقل وعندك الدرع، ممكن انك دير شي حاجه. بمعنى هاد اللحظه التاريخيه اللي كنعيشوها ديال وليدات تازه، الشباب ديال تازه، انهم في موقع المسؤوليه، كنستخلصوا دابا معكم منه الدروس. والمؤشر الثالث والاساسي هو تازه. إلا لاحظتوا بأنه تازة مدينة، وهذا راه ماشي شوفينية، أنا أممي وأنا وطني، ولكن الأممية والوطنية والإنسانية راه كتبدأ بعدا من محيطك الخاص، مما هو محلي، بدون شوفينية وبدون تعصب قبلي ولا المدينة ولا. أنا أفتخر بمدينتي وكنعتبرها، ماشي في تازة، ماشي كنقولها لكم أنتم لحقاش تازة، كنقولها برا وكنقولها وكنفتخر بها. تازة مدينة ولادة، ولادة للأطر وللنخب، وسبحان الله ملي كيكونوا في تزارة الشاب ما كتبانش الطاقات، لأن نحتقر بعضنا. أنا ما كنهضرش معكم اللغة ديال السياسيين الكرافطة، واخا أنا لابس كرافطة، اللغة ديال حنا جالسين بيناتنا في شي قهيوة ولا تازة، ما كنعترفوش لبعضياتنا بقدرات بعضياتنا، ماشي كلنا، ولكن في الغالب العام. ولكن وليدة تازة الأطر المعقولة ملي كيخرجوا من المدينة كي يأخذون حقهم، وفي جميع الأحزاب والمنظمات والمؤسسات وكذا، في ممشيتي كتلقى كيحمروا الوجه تبارك الله في أي مهنة ولا أي مكان. وبالتالي هذه مدعاة لافتخارنا واعتزازنا بانتمائنا لهذا الفضاء المشترك اللي هو تازة، واللي فيه تبارك الله فضاءات مدنية ونقابية وسياسية، اللي ما كتمارسش غير الدور ديال الترافع والدور المطلبي. وهنا معنا الرفاق، مرحبا بهم، ديال الاتحاد المغربي للشغل، انا ولد الاتحاد المغربي للشغل، نمارس في فضاءاتنا التنظيميه النقابيه والسياسيه والجمعويه، نمارس بشكل ارادي او غير ارادي مهمه التكوين، وهذا ما يغيب في فضاءات في مدن اخرى، خاصه المدن الكبرى. المدن الكبرى اللي لاحظنا، وراه السي ادريس كيعرف هادشي مزيان، انك كدير النقابه، كدير السياسه، داك السياسه ديال كتدخل وكذا وكتطرق البيان وتطرق الموقف وتخرج حال. هاد المدن الصغرى بحال الرشيديه وتازا وبركان الى غير ذلك، مازال كنديروا تنظيماتنا، كنجتمعوا في المكتب ونقصروا سبعه السوايع. هو راه حنا كيسحبنا، راه حنا كنديروا السياسه ولا كنديروا النقابه، ولكن بطريقه ضمنيه راه حنا نمارس التكوين ويمارس علينا التكوين. وهذه مسائل قد تبدو يعني عاديه، ولكن انا أردت بكل قوة أنني أتقاسمها معكم. علاش؟ لأنني كنبغي دائما، أنا إيجابي، كنحاول ما أمكن نكون إيجابي، وحتى المحيط اللي يكون ضاير بيا ويكون الناس اللي كنهضر معاهم يتحلوا بالإيجابية، لأن كل ما يحيط بنا سلبي، إلى درجة أن حتى حنا كأشخاص ولينا سلبيين، وبالتالي مرة أننا نديروا نقاشات فيها التركيز على ما هو إيجابي في شخصنا وفي محيطنا وفي تنظيماتنا إلى غير ذلك. بالنسبة للموضوع المطروح من طرف الرفاق ومشكورين في الشبكة الاشتراكية، اللي هو الشباب ورهانات المرحلة. طبعا هذا موضوع لا يمكن أن ندعي بأننا سنحيطه من جميع جوانبه، لأنه موضوع
الموضوع ديال بصح، ولكن في نفس الوقت نتقاسموا كذلك بعض الافكار. اولا احنا تقدم الاشتراكيه، احنا ماشي حزب اخر، نحترم جميع التوجهات، جميع الافكار، جميع الميولات، جميع كذا، ولكننا التقدم الاشتراكيه. وبالتالي في اعتقادنا ان الصراع وان طبيعه المناقشات التي يجب ان تدور وطبيعه الصراع هو ليس صراع اجيال، بمعنى ان الشباب ليس هو النقاش يعني الرئيسي وليس هو التناقض الرئيسي، بل ان الصراع الاجتماعي والصراع الطبقي هو الاساسي، ولكن في نفس الوقت الفئات الاجتماعيه والشرائح الاجتماعيه لها من القواسم المشتركه ولها من المكونات ومن السمة اللي كتجمع بيناتها ما يمكنها من التأثير في الطبقات والتأثير في التحولات الاجتماعية والتأثير في مجريات الأحداث وفي عمليات التغيير. وبالتالي من هنا كاين المشروعية ديال الحديث على فئة الشباب، ولكن ليس باعتباره تناقضا رئيسيا ولا شي واحد يسحب له راه الشباب هو الذي يمكن ان يقيم عملية التغيير او للشباب وكذا او وكذا. دونك يجب ان نضع النقاش في هذا السياق. في مراحل تاريخيه معينه من تاريخ المغرب مثلا، تاريخ بلادنا، ارتبط تاريخ السياسه والسياسيين والحركه الوطنيه بالشباب. الحركه الوطنيه اللي هي الشورى والاستقلال وحزب الاستقلال وحزب الشيوعي المغربي والباقي الحركات المسلحه الوطنيه ديال المقاومه في غالبية مكوناتها البشرية تشكلت من شباب. ونعطيكم مثال على ذلك هو أنه المرحوم الحاج علياتا أنه من انتقل للمنصب ديال أمين عام ديال الحزب الشيوعي المغربي كان في عمره 24 عام، وهذا يعطي 25 سنة، وهذا يعطي فكرة على المهدي بن بركة. راكم كتعرفوه في ذاك الوقيتة ديال الخمسينات والستينات فين كانت الحركية والمقاومة كان شابا. وبالتالي فإنه الحديث عن تاريخ الحركة الوطنية المغربية والحديث عن تاريخ الحركة الشبابية المغربية يكاد يكون منطبقا في مراحل تاريخية من بداية التاريخ الحديث ديال الدولة المغربية ما بعد الاستقلال وقبيل الاستقلال، يعني في معركة الاستقلال وما بعد الاستقلال، الربعينات، الخمسينات، الستينات، السبعينات إلى حدود الثمانينات وبداية التسعينات. وبالتالي فإننا نقول بأنه الشباب المغربي عندما قاد الحركة الوطنية وقبل ثلاث سنوات، أقل من ثلاث سنوات، عندما الشباب المغربي قاد في العالم العربي الربيع الديمقراطي، وعندما قاد في فرنسا في الستينات انتفاضة تكاد تكون ثورة في فرنسا في 1968، هناك من أراد أن يحمل الشباب مسؤولية التغيير وكأنه طبقة، ولكن في نفس الوقت ظهر تاريخيا، وما غاديش نطول أنا ونتشعب في النقاش، ممكن أنه اللي تأندرس بهذه الفقرة في المداخلة أنه يجبدها، ولكن تبين بأن الشباب يمكن أن يلعب أدوارا طلائعية ولكنه ليس هو طليعة التغيير، ولكنه يمكن أن يكون مزودا للطبقات المنوطة بها عملية التغيير. منين جاء الربيع الديمقراطي في الحالة المغربية؟ طبعا احنا في التقدم الاشتراكية موقفنا معروف من الحراك الاجتماعي ومن الحراك الديمقراطي، ومعروف كذلك في مسألة تحويل الربيع الديمقراطي ديال الشارع وديال الشباب الى مكاسب مؤسساتيه. طبعا كانوا عندنا خيارات، يا اما غادي نمشيو في الاتجاهات المجهوله اللي مشات فيها ليبيا وتونس الى حد ما ومصر الى حد ما الى غير ذلك، او لا الطريق ديال الاحتواء المؤسساتي لحركيه الشارع. طبعا انا لست هنا بصدد اعطاء حكم قيمه على الخيارات، التاريخ هو وحده الذي له ان يحكم على صحة الاختيارات الصائبة، والشعوب التي اختارت الدموية واختارت التفريط في مرحلة تاريخية معينة في الاستقرار، المستقبل سينطلي على ماذا؟ أولى المجتمعات والشعوب التي اختارت أن تحتوي حركية الشارع
في المؤسسات وأن تحول حماس الشباب ومطالب الشباب إلى مقولات وإلى نصوص، خاصة النص الدستوري. الآن نحن أمام دستور متقدم فيه مقتضيات تهم الشباب. أعطي على سبيل المثال إمكانية تقديم العرائض في البرلمان، يعني التشريع، وإمكانية كذلك الترافع حول قضايا السياسات العمومية ديال الشباب في شخص المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني. ولكن السؤال مطروح الآن هو، وهذا سؤال كنطرحه علينا جميع، لأنني أنا عندي جواب شخصي ولكن بغيت نعطي جواب جماعي، ما هي الإمكانيات المجتمعية اللي عندنا؟ ما هي المناعة وما هي القوة المجتمعية اللي عندنا كمجتمع، كأحزاب، كدولة، كشباب، إلى أن نحول النص الدستوري والنصوص القوانين إلى فعل حقيقي، وخاصة المكتسبات اللي جابها الربيع الديمقراطي وتحولت إلى نصوص دستورية، مثلا كما قلت المجلس الاستشاري لحقوق للشباب والمجتمع المدني. أنا بغيت كذلك في إطار تقاسم بعض الأفكار معكم، خصكم تعرفوا، ربما تعرفوها ولا ما كتعرفوهاش، أن 35% من الشعب المغربي هم شباب ما بين 18 و45 سنة. إلى أخذنا هذه الفئة، هذه 18 و45 سنة، الآن في 2014 يشكلون أزيد من 35% ديال الشعب المغربي، بمعنى راه قوة حقيقية، يعني أكثر من الثلث. والتقديرات تقول بأنه في 2030 سيصبح تقريبا نصف المجتمع، يعني ما بين 18 و45 سنة، هم شباب. علاش كنعطي هذا الرقم؟ ماشي كنعطي هذا الرقم أنا أكاديميا، أنا لست أكاديميا باش نعطي هذا الرقم هكا، لا، باش نوضعوا السؤال ونجاوب على السؤال أو ندير محاولة ديال الإجابة على السؤال الثاني. الشباب المغربي ورهانات المرحلة. شنو هو رهان المرحلة؟ أنا في تقديري المتواضع الرهان ديال المرحلة الآن هو واش حنا الشباب، واش نتوما الشباب قادين كمجتمع شبابي في البلاد أننا نحول القيمة التي يتوفر عليها الشباب في المؤسسات وفي المكاسب الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، أن تتحول هذه المكاسب في جميع المجالات والمكانة والموقع للشباب إلى ما يناسب حجمه الديمغرافي. هذا هو الرهان. واش أنا كنسوى 35% كشباب؟ واش قد نسوى 35% كمكانة عددية ومعنوية في المؤسسات، في الحكومة، في البرلمان، في المجتمع، في الشغل، في كذا، في الحقوق الأساسية، في الحقوق الاقتصادية، في الاجتماعية؟ طبعا واش أنا كنسوى هذا الشيء؟ الآن الواقع يقول بأن الشباب المغربي رغم أنه يمثل قوة ضاربة من الناحية الديمغرافية، إلا أنه من حيث المكاسب الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لا يرقى، ربما ما عنديش الإحصاء، ولكن لا يرقى حتى 10% من هذه المكانة المطلوبة. إذن الرهان الآن. ولكن غادي تقولوا لي من المسؤول؟ الشاب اللي ما خدامش وما عندوش تكوين مزيان إلى غير ذلك؟ ربما الجواب السهل هو مسؤولية الدولة. أقول نعم، الدولة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، لأنها هي التي تمتلك، هي الأداة الحقيقية اللي ممكن أنها تدير سياسات عمومية إرادية أو إرادوية اللي ممكن أنها تنقل فيه المكانة ديال الشباب إلى مكانة أرقى. ولكن الدولة وحدها لا يمكن أن تفي بهذا الهدف. علاش؟ لأنه مهما كانت السياسات ديال الدولة، السياسات العمومية فعالة وذات مصداقية، ما ممكنش تلقى صدى وما ممكنش أنها تفعل وما ممكنش أنها تجيب نتائج إلى ما كانش واحد الشرط أساسي اللي هضروا عليه الأحزاب الديمقراطية ديالنا في مراحل تاريخية معينة ولازلنا نتحدث عليه، هو التعبئة ديال القاعدة، التعبئة الجماهيرية، بمعنى أنه ممكن أنك في الرباط تاخذ قرار سياسي ديال إدماج المرأة في التنمية، أو تاخذ قرار ديال إدماج الشباب في السياسة، أو تاخذ قرار ديال إدماج كذا، ولكن إلى ما كانش القناعة الشعبية الاجتماعية الثقافية التي تجد جذورها في المجتمع وفي الطلائع ديال المجتمع اللي هما المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات، إلى ما كانش هذا الصدى، إلى ما كانش هذا الوقع هذا، دونك هذا هو الشرط الثاني. أولا التزام الدولة، وأعتقد بأنه نسبيا كاين هذا الالتزام الدولة بإدماج الشباب وبالرغبة في تكوينهم وإنتاج سياسات عمومية لصالحهم، وهي رغبة أكاد أقول بأنها ليست بالقوة الكافية. ولكن الشرط الثاني هو الشباب. الشباب ديالنا
انا ماشي كنعطي الدروس، ولكن راه بالسيف عليا خصني نقولها، الشباب ديالنا يجب، واخا هو راه من 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 الكلمات التي ربما انا امقتها في السياسه هي كلمه يجب، لان ملي كتقول يجب، يجب على من؟ ولكن انا اجد نفسي مضطرا الى ان اقول بان الشباب المغربي اللي هما نتوما اننا نكون قاسيين عليه في بعض اللحظات، ونقول بانه يتعين على الشباب ان ياخذ المبادره، يتعين على الشباب ان تكون له الاراده الحديديه، ان يتعين على الشباب ان ينخرط في المجتمع المدني وفي الاحزاب السياسيه، وان لا يكتفي بالنقد من الخارج، وان يحاول التغيير من الداخل، ان يقتنع بذاته وبقدراته، وان ينتخب مؤسسات محليه ووطنيه ويساهم في انتخابها اللي تكون كتمثل الصوره ديالو او لا كتمثله هو، ولما لا يكون هو ثقة في الذات الجماعية ديال الشباب. هادشي كله يتعين على الشباب كذلك أن يعود إلى الدرس والدراسة في ظل هذا التراجع المهول على القيام ديال الاجتهاد والقيام ديال التنافس. وهادشي وكتشوفوا هادشي في امتحانات ديال الباك كتكون مناسبة لهادشي ديال الظواهر ديال الغش والظواهر ديال كذا والهضر الدراسي. هادشي راه ماشي سهل، نتحكم فيه نسبيا، أعتبره رفيق فيصل. ولكن ثم أخيرا باش نسالي السي فيصل واكون عند حسن ظنك، هو الشرط الموضوعي. طبعا اذا توفر الشرط ديال الاراده ديال الدوله والشرط ديال الاحزاب السياسيه والوسائط الاجتماعيه والسياسيه، وتوفر الشرط ديال الشباب المستعد، كيبقى الشرط الموضوعي. شنو هو الشرط الموضوعي؟ هو انه راه نقدر نوفر لك الدوله عندها اراده والشعب عنده الاراده والاحزاب السياسيه عندها اراده وما يتحقق والو. دونك هنايا كنقولوا الشرط الموضوعي حتى هو ربما يلعب 10% ولا 20% هو الامكانيات الماديه. لان كل دوله كل البلاد راه تعيا ما كتقاتلوا داكشي، ولكن في التالي كلشي راه كيرجع لونيغ دو لاغير اللي هو الفلوس اللي هو لاكيس اللي هو الميزانيه العامه. اذا هاد الاصلاحات اللي غادي نديروا لصالح الشباب وهاد الشاب الذي غادي يندمج، غادي نقولوا نتمنى ان يتم ذلك في ظرفيه اقتصاديه وماديه اللي فيها انفراج اقتصادي وما فيهاش مظاهر الازمه، علما انه حتى الازمه وحتى الازمات الاقتصاديه يمكن ان نتحكم فيها لو اننا تراجعنا قليلا عن ما نسميه ولا زلنا نسميه بالتبعيه الاقتصاديه والثقافيه. وشكرا. شكرا.